وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، أنقرة وواشنطن تتفقان على تنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، كيف ترون هذا الاتفاق وبنوده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تركيا تعلم تماما، يعني الحكومة التركية ومفاوضيها الذين اجتمعوا مع الأمريكان يعلمون أن هناك مكر أمريكي مستمر وكيد أمريكي مستمر يطال سوريا، ولا لا يطال سوريا وتركيا، يطال الشعب السوري المنتفض العظيم ويطال تركيا. ولذلك ما رشح عن كلام وحتى عن بيانات رسمية حول هذا الأمر وحول هذه الاجتماعات وأمر مقلق أكثر منه، يعني مؤشر لانفراج أو مؤشر لتكون منطقة آمنة. لاحظ أن الأمريكان يتكلمون عن ممر آمن، وهذا الكلام فضفاض ولا قيمة له. الممر ممكن يكون مؤقت، ممكن أن يمر عبر يعني سيطرات الأسد والأمريكان، وإلى أين؟ يعني الكلام عن ممر آمن إلى أين؟ ممر آمن إلى أي منطقة؟ ممر آمن إلى مناطق النظام والمناطق التي استولت عليها المناطق الميليشيات الشيعية في الشرق في دير الزور وما حولها، إلى أين؟ منطقة آمن، ممر آمن إلى أين؟ لذلك التصريحات فضفاضة خاصة من قبل الأمريكان، وهي عملية خداع وعملية كسب وقت وعملية. طيب، هل تعتقدون أن هذا الاتفاق يعني يؤهل لعودة السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى المناطق المحررة وشمال سوريا؟ هل لدينا معلومات نستقرأها من الناس من الذين هم في تركيا والذين هم في الأردن وفي لبنان وفي مصر وسائر الدول؟ نستقرأ منهم باستمرار، لأن هذه مهمتنا كمعارضة حقيقية لهذا النظام الفاشي. أقول لك أمر، أن الجميع لا يريد العودة في ظل هذا النظام، كلام واضح. لماذا بعد أن ادعى النظام وسيطر فعلا على مناطق كثيرة جدا، مناطق هذه المناطق التي سيطر عليها النظام هناك عدة ملايين ما زالوا في الخارج لا يعودون، لأنهم يعلمون أن هذا النظام نظام إرهابي ولا يمكن العودة في ظل وجود هذا النظام. والكل، كل المنظومة التي تسمي نفسها دولية، اتفقت على بقاء وقبلت ببقاء هذا النظام الفاشي. طيب، البنتاغون يقول أن الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن شمال سوريا سيتم على مراحل. هناك من يرى هذا التصريح على أنه تسويف أمريكي، لكن أنتم يعني كيف ترون سرعة تنفيذ الاتفاق؟ بالضبط، هذا الذي قلته في بداية هذه يعني المداخلة، وأقول لك أن هذا هو دليل على المكر الأمريكي. يقسم الأمر إلى مراحل، يتراجع بعد كل مرحلة. أنت تذكر تماما كيف صرح ترامب بانسحاب القوات الأمريكية منذ أكثر من سنة، صرح أنه ستنسحب القوات الأمريكية، وخلال يعني فترة قصيرة ثم بعد ذلك قال على مراحل، ثم بعد ذلك قال سنتأخر ونأخذ رأي الأصدقاء والأقرباء وإلى ما هنالك. أمريكا ببساطة تناور وتخادع، وهي لا تريد من جهة أن يكون هناك فعلا منطقة آمنة للسوريين. طيب، تكون نواة لأرض يستطيعون العيش عليها وأن أن يعمروها، ولا تريد بنفس الوقت أن يكون هناك الأمن القومي التركي في سلام وأمن. رئيس هيئة الإنقاذ السورية أسامة الملوحي، كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.